الإله الواحد. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. ومع روحك أيضا. لطفا جلوس. سيادة المطران جمال دعيبس الجزيل الوقار، أرحب بكم باسمي وباسم أبناء رعيتي في بيتكم ورعيتكم. أرحب بكم يا حاملة صولجان المسيح، يا حاملة تاج المسيح، يا حاملة صليب المسيح. لقد تم اختيار السماء لكم لتكونوا أسقف الكنيسة الكاثوليكية اللاتينية في الأردن. بالأمس اختاركم المسيح لتحملوا كأس القربان وتكونوا التلميذ الصالح الذي لا ينظر إلى الخلف. بالأمس اختاركم لترعوا خرافه وتكونوا مثال الراعي الصالح الذي يبذل نفسه في سبيل خرافه، وهكذا كنتم. وقد تم اختياركم لتكملوا نفس المسيرة، مسيرة الحب والعطاء، مسيرة الخدمة وبذل الذات. تم اختياركم لمنصب أسمى وأعلى لتقودوا كنيسة المسيح للمسيح بصلاتكم وحكمتكم وإصغائكم لجميع أطراف القطيع البعيد قبل القريب. ولأنكم على مستوى ارتفاع هذا الصليب فقد اختاركم الله من علو، فقبل أن يحبل بك في البطن يقول الكتاب المقدس: عرفتك أحببتك واخترتك لتكون القدوة والمثال الأعلى والأسقف والكاهن والأخ والصديق والرفيق لكل تائه في الطريق. هنيئاً لكم سيدي، وصلاتنا تصحبكم. فالصليب هدية المسيح لكل تلميذ حقيقي تنتظركم بعبئه وحجمه وثقله الجديد، وحال صوت الفادي يقول لكم: يا بني أتحبني أكثر من هؤلاء ارعى خرافي. إلى الأمام، فلا خوف عليك يا سيادة المطران، فالعذراء مريم أمك وأمنا هي التي كانت مسمرة أمام الصليب، صليب المسيح، تنظر إلى ابنها والحب ينفجر من قلبها المطعون. هي الآن المنارة التي تقود خطواتكم وتنير دربكم. كوني يا سيادة المطران كما يتلهف المؤمنون أن تكونوا، فالخراف تنظر إلى الراعي الصالح وتتبعه، وأملها أن يقودها إلى حضيرة المسيح. هنيئاً لكم وهنيئاً لوالدتك ولجميع أفراد أسرتك وعشيرتك وعموم آل دعيبس وإلى بلدتك الزبابدة.
وهنيئاً لنا بكم، وكونوا المنتظر المنتظر، وألف مبروك. شكراً أبونا توني. نكمل قداسنا ونبدأ بطلب رحمة الله ومغفرته على جميع خطايانا. أنا أعترف لله القادر على كل شيء، وإليكم أيها الإخوة، لأني خطيت كثيراً بالفكر والقول والفعل والإهمال. خطيئتي عظيمة جداً. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البقية، وإلى جميع الملائكة والقديسين، وإليكم أيها الإخوة، أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا. ليرحمنا الله القدير، وليغفر لنا زلاتنا، وليبلغنا إلى الحياة الأبدية. آمين. المجد
لنصلي. اللهم يا من فديتنا وتبنيتنا، كن بمن أحببت رؤوفا فننال في المسيح الحرية الحق والميراث الأبدي. ربنا يسوع المسيح ابنك لله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. آمين. القراءة الأولى قراءة من أعمال الرسل. في تلك الأيام رجع بولس وبرنابا إلى لوسترا فأيقونيا فأنطاكيا، يشددان عزائم التلاميذ ويحثانهم على الثبات في الإيمان، ويقولون لهم: يجب علينا أن نجتاز مضايق كثيرة لندخل ملكوت الله. فأقاما شيوخا في كل كنيسة وصليا وصاما، ثم استودعاهم الرب الذي آمنوا به، فاجتازا بسيديا وجاءا بامفيليا وبشرا بكلمة الله في برجة، وانحدرا إلى أطاليا وأقلعا منها إلى أنطاكيا التي كانا قد انطلقا منها، موكلين إلى نعمة الله من أجل العمل الذي قاما به. فجمعا الكنيسة عند وصولهما وأخبرا بكل ما أجرى الله معهما وكيف فتح باب الإيمان للوثنيين. كلام الرب. المزمور الردة: تبارك اسمك إلى الأبد يا إلهي المليك. حنان هو الرب ورحيم، كثير الوداد حليم، طيب هو الرب مع جميع البشر، ومراحمه تشمل كل خلائقه. يا رب، لتؤدي كل مخلوقاتك لك حمدا، وليرفع إليك أصفياؤك مجدا، كلامهم ليكن على جلال ملوكتك، وليكن حديثهم عن جبروتك. ليعلنوا لأبناء البشر بقوتك ويتحدثوا عن جلالك وسناء ملكك. ملكك ملك يدوم طوال الدهور، وسلطانك يبقى على توالي العصور. القراءة الثانية قراءة من رؤية القديس يوحنا الرسول. ورأيت أنا يوحنا سماء جديدا وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى قد زالتا ولم يبقى للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، وقد هيئت كما تتزين العروس لزوجها. وسمعت صوتا جهيرا يهتف من العرش: هو ذا مسكن الله والناس، سيسكن معهم وهم يكونون شعوبه، وهو يكون الله معهم، يمسح كل دمعة تسيل من عيونهم. لم يبقى للموت وجود، ولا للحزن ولا للصراخ ولا للألم، لأن العالم القديم قد زال. وقال الجالس على العرش: ها أنا ذا أجعل كل شيء جديدا. ثم قال لي: اكتب، هذا الكلام صدق وحق، كلام الرب. Hallelujah, hallelujah,
وصية جديدة، أحب بعضكم بعضا كما لما خرج يهوذا من العلية قال يسوع: الآن مجد ابن الإنسان، وإذا كان الله قد مجد فيه فسيمجده الله في ذاته وبعد قليل لست باقياً معكم إلا وقتاً قليلاً، فستطلبوني. أوصيكم وصية جديدة، أحب بعضكم بعضاً. كما أحببتكم أحبوا أنتم أيضاً بعضكم بعضاً. إذا أحب بعضكم بعضاً عرف الناس جميعاً أنكم تلاميذي. كلام الرب. التسبيح لك سيلا بانتون، كاهن رعية العذراء الناصرية، شكرا على ترحيبك وشكرا على كلماتك. وكان لابد أن يكون قداس الأول هو في هذه الرعية العزيزة. إخوتي الكهنة، إخوتي الشمامسة، أيها الإخوة والأخوات، في هذا اليوم لا نستطيع أن نتحدث إلا عن ما ورد في الإنجيل. إنجيل اليوم يعيدنا إلى العشاء الأخير، مسيح مع تلاميذه. وفي أول جملة
قرأناها في الإنجيل بعد أن خرج يهوذا. والسيد المسيح يحدثنا عن وصية المحبة، أولاً بعد أن تنبأ عن خيانة يهوذا وخرج من العلية، وبعدها مباشرة يتنبأ السيد المسيح عن نكران بطرس، أن بطرس سينكره. يتحدث أيضا عن التلاميذ كيف سيتفرقون، يقول اضربوا الراعي تتبدد الخلاف. وصية المحبة التي يعطينا إياها السيد المسيح وحديث المسيح عن المحبة لم يأتي في وقت سهل بالنسبة له. كل هذه الأحداث من أقرب الناس إليه، من تلاميذه. على الرغم من كل ذلك، السيد المسيح مصر على هذه الوصية، وصية المحبة، والذي يتحدث بها أولاً عن محبته هو لتلاميذه. كما أنا أحببتكم، بدأ بهذه المحبة، يعرف من هم التلاميذ، ما سيفعل التلاميذ، ولكن يستمر في محبته لهم. ويتحدث عن علاقته مع الله أيضاً، الله الذي أحبه ومجده. يطول الحديث أكيد عن هذه الوصية الأساسية في المسيحية، وصية المحبة، لذلك سأتحدث عن نقطتين فقط حول هذه الوصية. النقطة الأولى هي حول طبيعة المحبة المسيحية كما يقصدها السيد المسيح، كما يقدمها لنا السيد المسيح في هذا المقطع. هي ليست محبة تستند على العواطف، إنسان اللي بحبه بشعر بمحبة تجاهه، ليست محبة الأوقات السهلة فقط لما من السهل أن أحب الآخرين. تكون هذه المحبة على مثال محبة المسيح لنا، أحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم، كما أنا أحببتكم. وهذا ما يتضح لنا في الإنجيل المقدس بأنه بذل نفسه في سبيلنا، ضحى في سبيله. هو الذي قال: ما من حب أعظم من حب من يبذل نفسه في سبيل أحبائه. أحب التلاميذ على الرغم من أنهم لا يستحقون محبته بمقاييسنا البشرية. بمقاييسنا البشرية، من يخون ومن يتآمر عليه، من ينكره، هؤلاء بين قوسين لا يستحقون هذه المحبة، ولكن السيد المسيح أصر أن يستمر بهذه المحبة. هذه المحبة إذن هي المحبة الصعبة وليست المحبة السهلة، المحبة التي لا تستند على طريقة معاملة الناس لي، أحب من يحبني. وكمان مرة، هذا هو المنطق البشري في أن أحب من يحبني، ولكن السيد المسيح يعلمنا طريقة محبة جديدة: أحب من لا يحبني ومن لا يستحق هذه المحبة ومن لا يبادلني هذه المحبة. يحب بدون أن ينتظر مقابل من الآخرين. وأحياناً نحب ونعمل الخير دون أن ننتظر كلمة شكراً. عادةً ننتظر كلمة شكراً، ولكن إذا ردنا هذه المحبة على مثال السيد المسيح، حتى دون أن ننتظر عرفان جميل أو كلمة شكراً. هذه هي المحبة الصعبة التي يطلبها منا السيد المسيح، والتي يتركها لنا وصية جديدة، وصية أخيرة له. النقطة الثانية، السيد المسيح لا يتحدث فقط عن المحبة المسيحية في الأفراد، حيث أشخاص، يتحدث عن الجماعة، يتحدث عن التلاميذ. إذا أحب بعضكم بعضا عرف الناس جميعا أنكم تلاميذه. بهذه الطريقة نصبح تلاميذ للمسيح، بهذه الطريقة نصبح رعية، نصبح جماعة مسيحية. إذا كان هذا ما يميزنا فيما بيننا، أن نحب بعضنا بعضا. في القرون الأولى من الكتابات القديمة في القرن الثالث للميلاد، نسمع هذه الجملة على لسان الوثنيين عندما كانوا يروا المسيحيين، كانوا يقولون: انظروا كيف يحبون بعضهم بعضا، انظروا كيف يحبون بعضهم بعضا. وهكذا، وهذا ما كان يجذب الناس، يريد أن يتعرفوا على المسيحية، يريد أن يعرفوا ما هو السر في هذه المحبة فيما بينهم.
شاء الله يكون لا يزال هذا الكلام صحيح، تكون هذه المحبة فعلا سائدة فيما بيننا كجماعة. المحبة هي التي تبني الجماعة، هي التي تميز تلاميذ المسيح، المحبة التي يراها الآخرون فيعرفون من نحن، يعرفون ما هو السر في هذه المحبة. محبة التلاميذ بعضهم لبعض تستند على محبة المسيح لنا، لأنه أحبنا فنحن نحب بعضنا بعضا. المسيحي الذي يحب لأنه اختبر محبة الله له في يسوع المسيح. إذا كنا على قناعة ومدركين وواعيين لهذه المحبة، أننا أولا نحن لم نحب كما يقول لنا القديس يوحنا في رسالته، نحن لم نحب، الله الذي أحبنا، يعني أولا الله الذي أحبنا. فإذا اختبرنا هذه المحبة نستطيع أن نعيشها فيما بيننا. لمن لم يختبر هذه المحبة لا يستطيع أن يحب. الإنسان غير المحبوب صعب كثير عليه أنه يحب. إذا لم يختبر الناس محبة الله لهم من خلالنا، من خلال محبتنا لهم، لا يستطيع أن يعرفوا محبة، لا يستطيع أن يعرفوا الله أو أن يحبوا بعضهم بعضا. خلال دراستي في روما التقيت مع كاهن من البرازيل، وكان عمله الرئيسي قبل أن يكمل دراسته في روما هو الاهتمام بأطفال الشوارع، أطفال متروكين، وهذه ظاهرة للأسف موجودة هناك. كان يهتم بأطفال الشوارع ويجمعونهم ويعتنوا بهم، يهتموا بهم. وقال لنا كان من الصعوبة الكبيرة أن نعلمهم الصلاة، خصوصا صلاة أبانا الذي، فإذا أرادوا أن يعلموهم وأن يحفظوا صلاة أبانا الذي كان يعترض الأطفال، هل الله أب؟ أنا لم أشعر بمحبة أبي لي، إذا كان الله أب أنا أكرهه. الله صديق، نعم إذا كان الله صديق، صديقي هو الذي أحبني، اختبر المحبة من خلال أصدقائه. هذا الإنسان مثال أنه لم يختبر محبة الأب، فكيف نستطيع أن نقول له أن الله أب؟ إذا لم يختبر الإنسان المحبة، كيف نستطيع أن نقول له أن الله محبة، أن الله يحبنا؟ إذا لم يختبر هو هذه المحبة. نحن عندما نختبر محبة الله لنا، عندما نختبر رحمة الله، غفران الله لنا خاصة في سر الاعتراف، عندما نختبر هذا نستطيع أن نعيش هذه المحبة فيما بيننا. هذه هي الوصية الجديدة، هذه هي الوصية المميزة للمسيحيين، أن نحب بعضنا بعضا. وأختم بكلمات القديس يعقوب: لا تكن محبتنا بالكلام أو باللسان، بل بالعمل والحق. آمين. نؤمن بإله واحد، آمين، ظاهر الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب، ياكل الدهور، إله من إله، نور من نور، إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من قوة الروح القدس ومن مريم العذراء وتحنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء
وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أيها الإخوة الأحباء، لقد وعدنا السيد المسيح، قال: لا تسألون الآب شيئاً باسمي إلا أعطاكم إياه. فلنرفع باسمه طلباتنا إلى الآب السماوي في يقين وثقة. من أجل أن تقوم محبة المسيح بين المؤمنين دليلاً على كونهم من تلاميذه الطيبين، إلى الرب نطلب: استجب يا رب. من أجل أن تكون المحبة عند المؤمنين شهادة للناس في إنجيل القيامة من قبور حرفية الناموس وأكفان التقاليد، إلى الرب نطلب: استجب يا رب. من أجل أن يحب الناس بعضهم بعضاً من أجل المسيح، وأن يحب المسيح من أجل ذاته القدوسة، إلى الرب نطلب: استجب يا رب. من أجل جمهور المصلين اليوم في كنيستنا، لكي تجمع بين صفوفهم المحبة خالصة من الشروط، وتؤلف بين قلوبهم الصلاة خالصة من الأغراض، إلى الرب نطلب: استجب يا رب. من أجل أن تتكرم السيدة العذراء وتزيل من صدور أتباع المسيح ما يزيلهم حقاً من دائرة حبه وحبها، إلى الرب نطلب: استجب يا رب. أصغي إلى صوت شعبك يا رب، واستجب أدعية عبادك، فتفرح قلوبنا ويكون فرحنا تاماً بالمسيح ربنا. آمين. أقسم الرب ولن يندم، أقسم الرب ولن يندم. صادق على رتبتي ملكي صادق، أقسم الرب ولن يندم، أقسم الرب ولن يندم، أقسم الرب ولن يندم. أقسم الرب ولن يندم، أقسم الرب.
صلوا الإخوة إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. ليقبل رب الذبيحة من يديك لمجد اسمه وتمجيده ولمنفعتنا ولخير الكنيسة المقدسة بأسمه. اللهم الذي أشركتنا في اللاهوت الواحد المتعالي بما في هذه الذبيحة من تبادل عجيب بين ضعفك بين ضعفنا ورحمتك، أعطنا نحن الذين وقفنا على حقيقة سرك السامي أن نشهد له بقداسة سيرتنا بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم. ومع روحك أيضا. لنرفع قلوبنا إلى العلى. إنها لدى الرب. لنشكر الرب إلهنا. ذلك حق وعدل. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نسبحك يا رب في كل زمان، وأن نمجدك تمجيدا أعظم في هذه الأيام وقد ذبح فصحنا المسيح. إنه إذ قدم جسده على صليب الجلجلة أتم كل ما كانت إليه ترمز جميع الذبائح القديمة، وعندما جاد بنفسه ضحية في سبيل خلاصنا كان هو الكاهن والمذبح وكان حمل المحرقة. لذلك عمت الأفراح الفصحية واستبشر العالم في كل المسكونة، والقوات العلوية وجوقات الملائكة يواصلون التسبيح بنشيد المجد قائلين: قدوسا 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 الرب القوي أيها الأب ينبوع كل قداسة، فنسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها، فتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا. فهو حينما أسلم نفسه للآلام طوى، أخذ خبزا وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي أم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. كلما أكل
لذلك فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الأب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه، كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اذكر يا رب كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها، اجعلها تنمو في المحبة مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس وبطريركنا بيير باتيستا وأسقفنا جمال وسائر الإكليروس. اذكر يا رب ابنتك شيرين أبو عاقلي التي دعوتها إليك من هذا العالم. هب لمن كانت شبيهة بابنك في موته أن تكون بي شبيهة في قيامته أيضا. أذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين إلى رحمتك، اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي. أسبغ علينا مراحمك، اجعل لنا نصيبا في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله والقديس يوسف خطيبها العفيف ومع الرسل الأطهار وجميع القديسين الذين أرضوك جيلا بعد جيل، فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الأب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد. امتثالاً لوصية المخلص واستناداً إلى تعليمه الإلهي نجسر ونقول: آمين. الذي واحفظنا من الخطية لنامنا كل الطيران، نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لأن لك الملك والقدرة أيها
الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك السلام استودعكم سلامي يمنحكم. لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائما. معك. بالمحبة والفرح تبادلوا سلام المسيح. خطايا العالم، طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرى نفسي. يا قبل وبعد
الجميع باسمي وباسمكم أشكر سيادة المطران جميل خضر الدعيبس على ترأسه لهذا الاحتفال المهيب وكف حامي لسيدنا. احنا ظلمك سيدنا. نرجو من الجميع البقاء في أماكنهم ليتسنى بعد البركة خروج سيدنا مع الموكب معه على باب الكنيسة حيث يتقبل المباركة والتهاني. ما ممكن احنا نغادر هاي الكنيسة بدون ما نطلع على أمنا مريم البتول. هي هدية الصليب إلنا، أعطانا إياها يسوع، بحكي لنا هاي هي أمك، ويسوع بقولنا لن يفلت شيء من يدي، والعذراء على مثال يسوع بتحكي لن يفلت شيء من يدي، كلنا أولادها. بدنا نوقف كلنا نلتجئ للعذراء ونحكي لها يا عذراء اتحنني علينا. بادر إلى إغاثة شعبك أيها الأب الرؤوف، وعبر بمن غذيتهم بأسرارك السماوية من حياة الإنسان القديم إلى ملء الحياة الجديدة بالمسيح ربنا. آمين. لطفاً جلوس الجميع. بدنا نصغي لشماسنا، شماس هاي العلامات لأبيات الشعر اللي بوجهها لسيدنا جمال. لطفاً جلوس. من فوح ورود أمطرتها سماء فاطمة في البرتغال، ومن عبق أزاهير التقى في شهر أيار المكرم باحتفال، ومن نسائم ترانيم العلا لأم المعظم في كل البلاد، ومن وهج الأنوار المنبعثة من قبر من الموتى أباد، ومن زغاريد النشميات في فرحة الأعياد، ومن دحنون البوادي وأزهار الزيتون وسوسنة الإيباء قطفنا باقة تبريك وتقدير وإجلاء وثلاث لحبر أتانا يحمل المحبة بقلب نذر للبذل والعطاء لتتحول إلى يراع نغمسه بمداد المحبة والوفاء والترحيب والمودة والتقدير لتفوح منها هذه الأبيات.
يا طيور السعد في أرض الخلاص، يا طيور السعد في أرض الخلاص، أنثر الألحان حباً باشتعال، غردي فالحقل بالزهر يميد، يفعم الأجواء فخراً واختيال. رحبي بالحبر، رحبي بالحبر يهدينا الوقار، خلقه المعروف يعطينا المنال. قد أتانا، قد أتانا شاخصاً ثوب العلاء، مالئاً نفساً سلاماً باكتمال. يا زبابدع، يا زبابدع افرحي، ابن أتى يبذر الأقوال في النفس فعال. اهتفي فالحبر وافى ناقلاً، ارثك المغروس صخراً في الرجال. يا زبابدع افرحي، ابن أتى ينذر الأقوال في النفس فعال. اهتفي فالحبر وافى ناقلاً، ارثك المغروس صخراً في الرجال. قد فتحنا القلب ترحيباً به، وفرشنا الدرب لحناً واحتفال. من ديار الطهر وافانا الجمال، بجمال قد تجلى كالجبال. من ديار الطهر وافانا الجمال، بجمال قد تجلى كالجبال. نفتح القلب لشهم قادم يسكب الجهد سلاماً وانجذال. جاء يسقي من ينابيع الوفاء، وينمي البر في النفس غلال. حكمة فيه تحاكي عزمه، حكمة فيه تحاكي عزمه، علمه يعطي بهاء لا يطال. معهدا قاد بحلم وارتضاء، لقن الأجيال بالرشد الوصال. وظف العلم لنيل المبتغى، وارتياد الصعب في أعلى مجال. لحوار مثمر مد الجسور، وانفتاح قد غدا فيه اتصال. ينتشي القلب وروح في ارتياح، بحلول الحبر يحدوه الكمال. جاءنا، جاءنا حبراً جليلاً نرتوي من نبعه الملآن جهداً وخصال. رحمة والحق في قلب الشعار، رحمة والحق في قلب الشعار، يتلاقان اتحاداً لا انفصال. حرر الحق شعوباً معطياً رحمة في القلب قد حطت رحال. في لقاء اليوم شعب يحتفي، ضارعاً يحميه رب بابتهال. همه خير قطيع يهتدي، لخصب المرجي يعطيه المنال. عمنا البشر غشانا الافتخار، يملأ الجمع سروراً واقتبال. أتت البشرى كياناً شملت، تسكب الرضوان في نفس وبال. فتنامى في الحنايا فرح، فتنامى في الحنايا فرح، غمر الوجدان في الأوطان جال. غيرة صبراً تجلت ووفى، فامتطى الإخلاص في الميدان صال. فتنامى في الحنايا فرح، فامتطى الإخلاص في الميدان صال. نذر الذات نراه في ثبات، غيرة صبراً تجلت ووفى، فامتطى الإخلاص في الميدان صال. نذر الذات نراه في ثبات، نظر الذات نراه في ثبات، يعلن الإيمان قولاً وفعال. يلتقي الأبناء، يلتقي الأبناء في أرض الشموخ، في رحاب الحب قد حط الرحال. يكمل السير ويهدي ركبنا، لربوع البر غطاها الغلال. أيها الراعي، أيها الراعي، عصاك الانتماء ترشد الإنسان، تدعو للنضال. من عدود العلم فكر يستقي، من كلام الحق قد طاب انتهال. قد دعاك الرب، قد دعاك الرب للأمر الجليل، طاعة للرب قد رمت ارتحال. ووضعت الأمر في أيدي القدير، تقبل الأعباء حباً واحتمال. قد دعاك الرب للأمر الجليل، طاعة للرب قد رمت ارتحال. ووضعت الأمر في أيدي القدير، تقبل الأعباء حباً واحتمال. عضد الرب مسيراً مفعماً بالهدى، يعطي ارتضاءً واكتمال. ساندت أم بتول خطوةً، أنجحت مسعاً لبرٍ بامتثال. اقبل الإكرام منا والثناء، سوف نجني من غنى الفكر المحال. خلفٌ، خلفٌ يأتي لأحبارٍ بنوا، يرفع البنيان يعلو كالجبال. في حمى الأحرار تلقى نابضاً قلبنا بالحب في أسمى مثال. في حمى الأحرار تلقى قلبنا، تلقى نابضاً قلبنا بالحب في أمسى مثال. فهنيئاً حبرنا،
فهنيئاً حبرنا هذا المقام. أنت أهل لاعتبار وجلال، نضرع اليوم لحبر نرتجي له عهداً حافلاً بالاعتدال. أرمقي أمي، أرمقي أمي جهوداً سددي لقطاف فاض دوماً من سلال. الإله الذي فداكم وتبناكم على يد ابنه القائم من القبر يشملكم ببركته العلوية. آمين. والمخلص الذي أولاكم موهبة الحرية الحقيقية ينعم عليكم بأن تكونوا شركاء له في الميراث الأبدي. آمين. وأنتم أيها المعمدون الذين قمتم بالإيمان مع المسيح، كونوا بسيرتكم الحميدة أهلاً لأن تحيوا مع المسيح في الوطن السماوي. آمين. وليبارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. اذهبوا بسلام المسيح. شكرا لله.